انا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه سي تي في، وحابين في البدايه نتعرف على حضرتك. نرمين عطف، البداية بنعزي حضرتك جدا، وزي ما انا قلت في المقدمة احنا جايين طبعا نتعزى من حضراتكم. محتاجين حضرتك تقول لنا بقى، حضرتك اخت ايريني الشهيدة بقى الجميلة اللي سافرت السما امبارح، عايزك تكلميني بقى عنها وتحكي لنا كده، تقول لنا ايه بقى عن ايريني اللي اكيد ربنا اختارها بالتحديد دونا بقى عن ناس كتيرة. يعني وبصراحة ماما واخواتي يعني كان مكتوب لهم بركة كبيرة ان هم يحضروا قداس السما. ماما هي ماجدة نبي، كانت يعني على اتفاق مع اخواتي ميرن عاطف وإيريني عاطف، وولادها الثلاثة مريم تامر وبرسونيا تامر وبرعام تامر. هما كانوا مستعدين استعداد حقيقي. يوم الجمعة كنت في لقاء معاهم وكانوا على استعداد حقيقي، يعني كان كل كلامهم عن الاستعداد وكل كلامهم. واخر تليفون ما بيني وما بينهم يوم السبت، يعني ليله القداس دوت، كانوا بيتكلمين انهم مستعدين وبركه كبيره. يعني انا متعزيه ان حاسه انهم حضروا قداس السماء. سافر السماء والدتك واثنين اخواتك وثلاثه بقى ولاد اخواتك، مظبوط؟ طبعا تقديم واجب العزاء يعني بشكل كبير هنا في الكنيسة، كل يعني مئات من الناس جايين عشان يقدموا واجب العزاء، وكان بيحملوا محبة كبيرة للشهداء. يعني محتاجين من حضرتك تكلمينا بقى أكتر يعني عن فرد كده منهم، وكل فرد كان بيتميز بإيه وإيه صفاته. وسمعت القصص كتير قوي من ساعة ما جيت هنا، بصراحة يعني تعزيت منها جدا. يعني ماما يعني حقيقي مش عشان هي مامتي بس ينطبق عليها اللي هو القول بتاع فيما يتباحث اللاهتيون، يعني يتسرب البسطاء للسماء. ده قول فعلا يعني يمثل ماما بشدة. هي ست كان يعني لو هنديها صفة كده كبيرة، العطاء. كانت عندها عطاء لكل حد، لكل الناس، حتى الناس بسيطة. فكان عندها العطاء بزيادة، وكانت بشكل واضح كانت دايما تحب التجمعات، دايما تحبنا في تجمع أسبوعي كده، كانت حريصة على ده جدا، جو المحبة. كمان هي كانت صاحبة واجب، والناس كلها في المنطقة هبقى عارفين باسم أم مينا، وعلى طول تتجمع معاهم وتقدم وتشاركهم في كل الأحداث بقى، سواء فرح سواء عزاء، كانت بتقدم وصاحبة واجب. يعني كل حد كان جاي عزي بيحكي موقف واثنين وثلاثة مع ماما، الناس جيران أقارب، حتى الناس في المواصلات. يعني كنت دايما كده بقول لها ذات الفلسين، هي كانت أرملة، وكنت دايما أقول لها ماما مثلا أنت بتدي من أعوازك. كان ليها خدمتها، مش خادمة في الكنيسة بشكل معروف، بس كان ليها خدمتها، كان ليها تقول لي دي بركة، عايزين نزور دوت، عايزين. بتفهم في الواجب أصول، علمتنا ده، علمتنا المحبة، جبر الخاطر، يعني في حاجات كده. في بركة في البيت، دايما عندها كل حاجة من أبسط الأشياء، دايما راضية، دايما بتشكر، دايما مش بتفكر في نفسها. وكنت دايما يعني أقعد يا ماما طيب يعني ما تسيبيش نفسك للآخر، لا، كانت دايما تفكر في كل اللي حواليها. كلمنا عن الأطفال بقى، الملائكة أكيد ربنا اختارهم، وأكيد كمان كانوا هم ملائكة على الأرض، وعشان كده ربنا اختارهم ينضموا بقى لصفوف الملائكة في السماء. تكلمينا عنهم وتقولي لنا إيه عنهم. أول حاجة هم فعلا جم بصلاة ماما أصلا، يعني إيريني كانت إن فلوباتير ده جيب معجزة، لو حضر إبراهام جيب معجزة. حضرتك لو تحكي لنا بقى إيه اللي حصل وجي بعد يعني وقت طويل. بالمناسبة هي أختي كان في حد اتصل بيها قبل كده من سي تي في أو في برنامج بيت على الصخر، وقال لها تعالي احكي لنا المعجزة، بس ربنا ليه ترتيب إن المعجزة دي تتحكي بس في ظروف وهي مش موجودة. يعني إيريني اتجوزت وقعدت 5 سنين ما عندهاش أطفال. هي كانت أصلا بتشتغل في حضانة، فبتعشى الأطفال جدا. كنا دايما نصلي يا ربي إيريني مش هينفع ميبقاش عندها أطفال. فبصلاة ماما وبصلاة إيريني، وهي كنيستها العذراء الوحدة في إمبابة، كانت مرة بتصلي وبتعيط في القداس، وقابلت أبونا سربامون عبده هناك وقال لها ما تعيطيش، ربنا هيديكي وهيديكي بزيادة، وتقولي ده اداني صح.
ففعلا حصل كده بعد 5 سنين ربنا ادها توأم مريم وبرسينيا. يعني رغم ان كل الظروف الطبيه كانت بتقول ان استحاله، الدكتور قال لنا مستحيل، يعني ظروف طبيه كتير اكتر من سبب واكتر من عائق، بس ربنا قال كلمته ادانا مريم وبرسينيا التوأم. مجرد ما البنات دول كملوا سنه وشهر بالظبط لقينا إيريني بتتعب وبيغمى عليها، احنا قلنا يمكن من سهرها وتعبها مع الولاد المرعاية التوأم وكده. اتفاجئنا ان في طفل تاني في بطنها بقاله 4 شهور. طيب هي كانت عاملة عملية كبيرة وشايلة الرحم اصلا، والدكاترة قالوا استحالة ان هي تحمل. هي كانت في بطانة مهاجرة وشايلة ربع مبيض والأنبوبتين متشالين، يعني رغم كل ده يمكن البنتين ربنا سمح ونجح الحقن المجاري، لكن إبرقام حقيقي حقيقي، يعني جاي طبيعي من غير أنابيب من غير ربع مبيض بطانة مهاجرة. الدكاترة قالوا لنا استحالة استحالة، فهم كمان يعني كانت طبيعتهم ربنا يعني كان فعلا مختارهم. حتى بابا في النهايه حضرتك بقى في رساله كده او طلبه بقى منك ليهم هم في السماء دلوقتي، تطلبي منهم ايه وتقولي لهم ايه؟ بقول لهم ما تنسونيش، وزي ما كنا متعودين كل اسبوع نتجمع مع بعض، يمكن ربنا سمح واختاركم لان انتوا كان ليكم مكان، انا متاكده وربنا اداني اكتر من رساله ان هم ليهم مكان، اكتر من رساله حقيقي. بقول لهم ما تنسونيش وصلوا عني أنا ومينا، ما تنسونيش، وزي ماما ما فضلتي معلمانا المحبة وخدتي إخواتي في حضنك وأحفادك اللي عشان انتي دايما بتحبينا ودايما متجمعانا وفضلتي متجمعة معاهم لغاية آخر وقت، ما تنسينيش أنا ومينا، صلي عننا ربنا يعيننا زي ما أعينك. حضرتك جدا ان ربنا يعز حضرتك. لسه مكملين معاكم في تغطيتنا ولقاءاتنا من هنا من داخل قاعة كنيسة القديسة العذراء مريم بمهمشة بحي الشرابية في عزة بقى 6 من أسرة واحدة، الجدة والأولاد وثلاثة أحفاد أطفال ملايكة. احنا في البداية بنرحب بحضرتك على شاشة قناة سي تي في وبنعز طبعا حضرتك وقلبنا طبعا كله معاكم. محتاجين حضرتك تكلمنا بقى عن الأسرة الجميلة دي اللي ربنا اختارها بالكامل يعني علشان تنضم لي في ملكوت السماء ويبقوا شفعاء لينا. بص، هي الأسرة دي هي فعلا جميلة، والقصة ان ما بقاش عزة، يعني هو قصة ان احنا لو نعرف اللي هيحصل ده ونعرف الكم اللي جه التعزيات اللي جت دي، احنا تقريبا كنا ممكن نعلق كهارب مش هنعمله في قاعة، كنا نعمل شادر كبير وفرح كبير، لان بجد السماء هي اللي عزتنا النهاردة. وقوف الناس جنبنا قدر يخلينا نقف على رجلينا. ممكن يكون الوهلة الاولى امبارح انها كانت كارثة، وانا كنت انا طبعا ماجده تبقى اختي واختي الكبيره، وتقريبا يعني كانت هي عمود العيله بالنسبه لنا اللي شايله اسم نبيه، هي دلوقتي اللي باقيه اكبر واحده في عيله نبيه حبيب. فطبعا وعيالها يستاهلوا، يعني يستاهلوا يكونوا فعلا شفعاء لينا في السبت. ربنا اتمجد وقدر يخلينا نقف على رجلينا بمساعدة كل حبايبنا، ونشوف المصيبة اللي بيتقال عليها مصيبة بنشوفها فرح. النهاردة احنا بنشوفها فرح. الأباء والكهنة والأصحاب والخدام والكنيسة هنا، الناس قامت بمجهود عظيم جدا لدرجة ان احنا ابتدينا ننسى اللي حصل لنا، بقينا فرحانين وبقينا بنتمنى ان احنا نبقى مكانهم في يوم من الأيام. ودي رسالة واضحة لأي حد ممكن يخاف أو الوضع يخليه يشك لحظة في البعد عن ربنا، ويا ريتني ما كنت روحت، لا ده يا ريتني ما عرفش اتأخرت. بالعكس، اللي شافوا الواحد واللي شاف إن السماء بتبعت التعزية مش طبيعي، خلى الناس تحب إن هي تاخد قرار إن هي تتطهر بالليل وتستعد لمقابلة ربنا الصبح حتى لو هتموت، بل بالعكس ده بقى في حافز للناس إن هي تاخد عيالها وأطفالها بعد اللي شافوه ده، بعد ما شافوا التمجيد اللي بيتمجدوه على الأرض، ما بالك في السماء. وربنا يصبرنا. حضرتك احنا بنتعزى يعني بكلام حضرتك دوت، ومحتاجين لو في الآخر بقى رسالة بقى وطلبة ليهم، تطلب منهم إيه وتقول لهم إيه؟ أطلب منهم يكونوا شفعاء علينا ولغيرنا. أمومينا ربت وتعبت وشقيت في حياتها، كان جوزها ابن عمي على فكرة، وكانوا على قدهم، ابتدت تدبق لغاية ما قومت عيالها على رجليهم. أي تحدي كان بيجي لها كانت بتقف قدامه قوية جدا، وفعلا زي ما حضرتك قلت في بداية اللقاء هي كانت
ام مينا قاعده هي من شبرا من احمد بدوي، لما اتجوزت وقعدت في امبابه عملت لنفسها جو في امبابه، بقت عمود من عندنا امبابه، بقت تعتبر اللي هي الست اللي بيتقال عليها بالمصطلح البلدي الست ب 100 راجل، كان الناس بيلجأوا لها في حل مشاكل، في واجبات، كانت بتدب مشاوير. يعني احنا ساعات كنا بنلومها، في حد بيروح الصعيد عشان يعزي، في حد بيروح الصعيد عشان يروح فرح، هي كانت كده. ام مينا كانت كده، ربنا يخليك كتر خير حضرتك وربنا يعز حضرتك تعزيات السماء، ربنا يخليك.